اهلا بيكم حبايبي. احنا النهارده هنتكلم على تاني حاجه مشكله بتعملها اللبن الصناعي مقارنه طبعا باللبن الطبيعي. الالبان الصناعيه كلها بيبقى فيها كميه عاليه جدا جدا من السكر. السكر ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ثلاث مشاكل رئيسيه. اول مشكله، اللبن الصناعي بيبقى طعمه احلى من لبن الام، فممكن بيبي رضعه الثانيه تمام بعد كده يرفض لبن الام لان ده طبعا طعمه احلى. تاني مشكلة، السكر الاوفر اللي موجود في اللبن الصناعي بيخلي البيبي ده ولما يكبر بعد كده لا قدر الله بيبقى عرضة اكتر للضغط والسكر والسكتات القلبية والدماغية. ايه سببها الموضوع ده؟ ان احنا السكر الكتير ده بيترسب في خلايا الطفل. دول الناس اللي بنسمع عنهم لما يبتدي مثلا يعمل دايت يخس شوية شهر وبعدين مجرد ان وقفنا الدايت بيرجع تاني يسترد نفس الوزن اللي كان عليه. ليه؟ لان انا مربية في خلايا دهنية كتير من وهو صغير. تالت مشكله، السكر الاوفر ده بيعملها لي وهو تسوس الاسنان. وللاسف احنا شفنا الموضوع ده كتير الفتره اللي فاتت، اطفال كتير 4 5 سنين يروح لدكتور الاسنان عنده كذا ضرس بايظ يروح، وللاسف طبعا حبايبي ما بنعرفش نشتغل معاهم فدكتور الاسنان بيضطر يديله بنج كلي عشان يشتغل في الدروس دي كلها مع بعض. فدي ايه سببها؟ ان انا السكر الاوفر ده بيفضل فيه تلامس كتير مع لثة البيبي. انا طبيعي في السن الصغير انا طبعا مش بغسل اسنانه، طبيعي ومتوقع ومش بطلب منك تغسلي اسنانه طبعا يعني، بس هي الفكره ان السكر الاوفر اللي موجود في اللبن الصناعي بيفضل فيه تلامس مع اللثه يعمل لها زي تاكل. اللثه دي بتبقى التربه اللي هيطلع بعد كده عليها ان شاء الله الاسنان. فلو التربه من الاول بايظه فللاسف حبايبي اسنانهم بعد كده بتطلع عندها ميل للتسوس اكتر، مع انه بيبقى واخد فيتامين دي بتاعه والكالسيوم بتاعه وكل حاجه، بس التربه عندي بتبقى بايظه فبالتالي الاسنان بتبوظ اسرع. فربنا يسترها عليهم ان شاء الله. أشوفكم المرة الجاية.